درع أخي 10/7/2013 أول أيام شهر رمضان المبارك. الله أكبر. قصف مدفع يعني في استاجر مدينة أنخل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. درعا مدينة أنخل معركة عاصفة حوران 10/7/2013 واحد رمضان أول أيام رمضان المبارك. الله أكبر. قصف عنيف يستهدف مدينة أنخل ويخلف دمرا هائلا في المنازل. الله أكبر الله أكبر. 10/7/2013 الله أكبر أول أيام شهر رمضان المبارك. آثار القصف والدمار على مدينة أنخل. الله أكبر.